نهاركم سعيد مرة تانية زي ما شفتوا دلوقتي. معانا فرقة من الفرق الجميلة جدا والعزيزة علينا جدا، فرقة الطنبورة البورسعيدية، لكن كمان معانا الرئيس زكريا، الرئيس زكريا إبراهيم، مؤسس فرقة الطنبورة. ومش بس ما اكتفاش بس ان هو يأسس فرقة الطنبورة عشان هو بورسعيدي يعني، لا كمان عمل مركز الحقيقة اسمه مركز المصطبة للموسيقى الشعبية والتراثية، بيحافظ او بيقدم فيها كل اشكال التراث الشعبي المصري، سواء نوبة سواء صعيدي سواء بورسعيدي، كل اشكال التراث. اعتقد دي فكرة مهمة قوي اللي احنا نحافظ على ارشيف تراثنا ده اللي هو كان معظمه مرتجل، يعني لازم يكون موجود ويتوارث والناس تحفظه وتردده جيل ورا جيل. رئيس زكريا نهارك سعيد. نهارك سعيد. معانا كمان عازف الحقيقه من عازفي السمسميه اللي مش بس محلي وكمان بقى عالمي وطور كمان في السمسميه زي ما كان بيحكي لي، استاذ محسن العشري. نهارك سعيد. نهارك سعيد. انا مبسوطه قوي ان انتم معانا النهارده، ومبسوطة من فكرة مركز المصطبة اللي حضرتك عملته. وقول لي هدفك كان ايه من انشاء المركز ده؟ هو يعني من ساعة ما بدأت أسس فرقة الطنبورة من أكثر من 25 سنة أنا بشتغل على فكرة إحياء التراث الموسيقي الشعبي اللي هو مهمش ومش موجود في الميديا أو في يعني ما فيش في الضوء يعني بشكل عام. ففكرة رد الاعتبار للفن ده باعتباره يعني بيعبر عن الهوية المصرية بأشكالها المتعددة، سواء زي ما حضرتك قلتي النوبة البدو منطقة القناة، يعني فكرة ان احنا مصر بتنوعها بالضبط، يعني كل العناصر اللي بتشكل في الآخر الهوية المصرية على بعضها. النتيجة اللي حضرتك عامل المركز من قد ايه تقريبا؟ انا عامله من سنه 2000. بس انا قبل ما اعمله كنت عملت الطنبوره وعملت فرقه الوزيري في اسماعيليه وفرقه الحنه في السويس وفرقه الرانجو اللي شفنا جزء منها اللي دلوقتي اللي هي النوبيه، دي اللي هي من اصول سودانيه من ايام محمد علي. ويعني فكملنا بقى بعد كده على ان احنا نعمل فرقه البدو من سينا الجيركن، ثم حاليا بنشتغل بقى معانا الكفافه، معانا درويش ابو الغيط، يعني مزامير النيل من الصعيد. يعني بتجمعوا تراث بتارشفوه ازاي؟ طب يعني ازاي؟ يعني انا عارفه واكيد استاذ محسن برضو ممكن يشاركنا الراي في الحكايه دي، ان التراث الشعبي عاده ما بيتكتبش، ده صحيح، بيبقى مرتجل ويعني وبيتحفظ بيتحفظ بيتحفظ من جيل لجيل كده. نعمل ايه علشان نحافظ عليه ما يضيعش؟ احنا نحفظه بس؟ لا، احنا بنسجله فيديو، عندنا ارشيف في المصطبه اكثر من 500 ساعه فيديو من كل مصر. بنسجله اوديو برضو صوت يعني، وفي البومات يعني مهمه جدا للفرق بتاعتنا على المستوى العالمي تحديدا، لان احنا بنشتغل على 3 مستويات. اول حاجه احياء الموسيقى دي في البيئه الاصليه، ثم داخل مصر، يعني فرقه تيجي من سيناء تروح اسكندريه او تروح القاهره او اي يعني وهكذا. والمستوى الثالث اللي هو على المستوى العالمي، وحتى الان سوقنا 5 فرق ولسه فرقه منهم راجعه قريب اللي هي نوبا نور، من يعني بقى لها شهر كانت تعمل جولة في انجلترا. احنا كفرقة طنبورة اكتر من مرة عملنا جولات، فرقة الرانجو يعني وهكذا. حلوة قوي، حلوة قوي. استاذ محسن بقالك كم سنة بتعزف على السمسمية؟ بقالي حوالي 43 سنة. 43 سنة يعني كان عندك سنة ولا ايه؟ سنة. كان عندك كم سنة؟ كان عندي 7 سنين. 7 سنين. شفت انا خلاص عرفت الناس سنك الحقيقي. تمام. من وانت عندك 7 سنين بتعزف سمسميه؟ ده متوارثه؟ انا والدي كان صاحب فرقه سمسميه اسمه حسن عشري، يعني من اشهر الناس في السمسميه. بس انا لسه كنت بقول لحضرتك واحنا قاعدين بره، ده مش شكل السمسميه التقليديه، يعني احنا يمكن عشان دي بلدنا بورسعيد فانا عارفه يعني شكلها ما كانش كده يعني، فانت واضح ان انت عملت تطويرات عليها. هي كانت 5 اوتار. كان في الاول بيتعزف على السلم الخماسي بس. وريها للناس كده يا استاذ محسن. كان بيتعزف عليها السلم الخماسي، وبعد كده اتطورت لما جت مصر عزفنا عليها مقام الرزم وعملنا عليه معظم اغاني السمسميه.
ده ايام العدوان الثلاثي. اتعمل عليها اغاني جامده جدا بالنسبه للمقاومه بورسعيد وكده. وبعد كده اشتركت في اغاني الضمه. الاغاني اللي هي الصوفيه اللي اقدم من ايه اغاني الضمه؟ اغاني الضمه دي اغاني الصوفيه، الاغاني القديمه اللي كان فيها ما كانش فيها الات. كانت يا دوبك ضمه قاعدين ويعزفوا على ترابيزه وحاطين معلقه بالمعلقه والادوات ايوه والكوبايه وكانوا بقى بيغنوا مع بعضهم ضمه كده مجموعه. دي كانت موجوده بدمياط وجت عندنا بورسعيد. وكان فيها اغاني جميله جدا. ايه اهمها بقى؟ انا عايز اسمع حاجه منها. يعني في من اغاني الضمه دي زي نوح الحمام. يا زوران المحبوب. اختار واحده قولها لنا بقى. ممكن انت والريس زكريا. نوح الحمام ولا الوقت بيولف يعني بيظبط المقام لان دي من مقام الحجاز. يعني لازم برضو يبقى يظبط. حضرتك قلت لي ان هي اللي انت مظبط السمسميه مطورتها بحيث ان هي تجيب كل المقامات العربي صح؟ تمام. بس الوقت في طبقه ثانيه لازم اظبط لها الطبقه، يعني دي يعني طبقات ثابته ما اقدرش ان انا اغيرها. انما لما تبقى في مثلا في اغنيه من طبقه ثانيه مثلا في من الدو في من الري في من مي، فانا بظبط على حسب طبقه الصوت. اتفضل. بتقدموا العروض بتاعت المصطبه فين يا عابدين في حارة البلاسة. يعني فكرة ان يبقى في مسرح في حارة دي برضو موضوع ان احنا نحاول نقرب من المناطق الشعبية وكده. عندنا مسرح الضمة بيقدم بس الاغاني التراثية. بنقدم كل خميس بنعمل عرض الفرقة من الفرق اللي انا اتكلمت عنها. وفي نفس الوقت بنستضيف فرق اخرى من ماهيش ما بتقدمش فن تراثي، فن معاصر يعني موسيقيين او مسرحيين، ويعني في عروض مختلفه. بس في الشيء الثابت هو كل خميس في المسرح في عرض لفرقه من الفرق التراثيه بتاعتنا. جاهز يا استاذ محسن؟ يلا الإمري على الغصون
بيبيز قالوا هي دي تراث بورسعيدي ولا دي تراث دي تبقى تراث بورسعيدي وتراث في منطقه القناه بشكل عام من اشهر ادوار الضمه بحر حمص. شم النسيم جاي وشم النسيم ليه احتفال خاص كده في بورسعيد مش زي اي بلد تانية يعني بالزبط. معروف اللي هي الاليمبي، انت قلت لي اسمها الليمبي بس هي في بورسعيد بيقولوا عليها، انا عارفها اليمبي. ايه احتفال الاليمبي ده وليه بس بيحصل في بورسعيد؟ ايه حكايته بقى؟ ايه قصته؟ هو الموضوع اللورد الليمبي كان جنرال انجليزي وكان معروف بانه ظالم وقاسي وبيضطهد الشعب في بورسعيد. فاتعمل يعني نوع بيسموه في علم الفولكلور السحر التشكلي، اللي هو ان الجماعه الشعبيه بتجسد اعدائها على شكل دمى وتحرقها. فبقى في يعني الطقس ده بيحصل كل سنه، ان الناس بتعمل الدمى دي وبتحرقها، ومع الوقت بقى كمان في ده يعني امتزج بالموسيقى بالمفردات والكلام وده ظهر في الثوره على فكره يا ريس زكريا، ظهر في الثوره المصريه الاخيره انه ازاي النقد كان بيطلع في الاغاني وازاي السخريه كانت وسيله من وسائل المقاومه زي ما كان في بورسعيد زمان، صح؟ بالظبط بالظبط. طيب ايه في اغاني معينه معموله كانت للاليمبي؟ هو كان في تيمات يعني مش اغاني كامله ولكن حاجات كده يعني يا اليمبي يا ابن الامبوحه ومراتك وحشه وشرشوحه حاجه زي كده زفه يعني ايوه بالظبط بالظبط زفه ده الحقيقي فضيحه يعني كده يعني. وايه تاني؟ وفي يا تربة يا ام البابين وديت الاليمبي فين؟ حاجات كده يا علي وقولي ده كان بيحب البور. انا متهيألي الحكاية دي حاجة عادة مصرية خالصة، اللي هي فكرة اللي انت تنقد اللي مش عاجبك وتهاجم بالاغاني او تقاوم بالاغاني، يعني دي موجودة في التراث بورسعيد بشكل متكرر ولا هو في المصري عموما البورسعيدي كمان؟ في بورسعيد طبعا كان في الحاجات ده هي خاصة بالزفة بتاعت الليمبي او الاليمبي باللغة البورسعيد. وبعد كده كان في بقى غنى المقاومة في 56 زي ما قال محسن. وفي اثناء الثورة يمكن اول مشهد اتعرض كان الفرقة في ميدان التحرير في ثورة يناير، ودي طبعا عملنا على مسرح الميدان، المسرح في الميدان بالظبط، وعملنا اغاني خاصه بالمناسبه دي. بعد كده برضو عملنا اغنيه تمرد قبل 30/6 ومحسن لحنها وتاليف اللي هو احمد ابراهيم الشاعر المحامي، على فكره اخويا يعني اخويا انا شخصيا اخوك فعلا يعني اخويا فعلا هو اللي ألفها ومحسن لحنها وغنناها قدام وزارة الثقافة في الاعتصام بتاع المثقفين. فطبعا أكيد يعني الموسيقى والغنى هو أحد أشكال التعبير عن يعني الوجدان بتاع الشعب وكده. زفة الجنرال الليمبي اسمه ولا كان اسمه ايه؟ اللورد الليمبي. اللورد الليمبي بقت احتفال سنوي في بورسعيد اسمه مهرجان الربيع. ايه اللي بيحصل في مهرجان الربيع يا استاذ محسن؟ اللي بيحصل ان في يعني في عندنا عدد من الفنانين برضو من اشهرهم خضير الخطاط. خضير يعني دلوقتي كان زمان بيعملهم عن الاليمبي والناس اللي هم العدوان على مصر. كانوا بيعملوهم اليمبات عباره عن عرايس عرايس قش وفي الاخر يحرقوهم ان ده نظام للايه يعني الفساد. فدلوقتي بيتبنوا اي موضوع في مصر فيه فساد وبيعملوا عليه برضه حكايه وبيعملوا الاشخاص اللي هم السنه دي ايه بقى يا رجل؟ السنه دي قطر والله. تيمة السنة دي قطر. تيمة السنة دي قطر والشغل على
يعني كل العائله القطريه يعني. ده بيبقى في شم النسيم بعد يعني يوم الاثنين يوم من الاحد يوم الاحد بالليل بتبقى الليله الكبيره. واحنا بقى كفرقه طنبوره من ساعه ما بدانا من 25 سنه بنحتفل بالمناسبه دي في الشارع، بيبقى فيه مهرجان كبير. وبقيه الفرق بتبدا تضم معانا من اللي هي فرق حاليا تبع المصطبه يعني على حسب يعني تاريخها، يعني من فرق اسماعيليه والسويس كانت في البدايه. حاليا بكره يوم الحد الجاي هيبقى فيه 10 فرق من فرق المصطبه. دي فين بقى؟ في بورسعيد في شارع نبيل منصور قدام خضير الخطاط، هو اصلا المستضيف الليله. طب احنا هل في حاجه صغيره جدا نقدر نختم بيها على السمسميه تبقى ايقاعها سريع كده وقصيره جدا؟ حاجه زي مثلا اي لو حاجه حضرتك بتعزف حاجه او اغنيه زي ما عجبك تبقى قصيره. حاجه من تراث بقى البورسعيدي الاصيل. صبح